هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم حنسوي ذا الفشار السهل السريع اللي مرة ما ياخذ وقت، تقريبا دقيقتين بالكثير، وهو جاهز عندكم. فجهزوا الفيلم ويلا نبدا. اوكي، اللي نحتاجه اكياس ورق، ممكن تستخدموا البلاستيك اللي يخش الميكروويف، بس اهم شيء انكم تغطوه يعني، او كيس كودو كله يجي يعني. وتاني شيء حنحتاج الذرة هذه، وممكن عشان شوية هياب تحطوا الفشار في علب زي دي. بعدين حنحطه داخل الميكروويف، لا ما ينفع فرن، وحنحطه على تقريبا دقيقتين درجة عالية. وهذا شكل الفشار أول ما خرج، مين يصدق إنه يصير في الميكروويف وبسرعة. وهنا قاعد تصارع عشان أفكه، وقاعد ينني لين أخيرا. وممكن نستخدم ذا الورق اللي هو تلاقوه في المكتبات، طبعا سويته في فيديو من قبل، ومين يفتكر اسم الفيديو ده؟ اول شيء نسويه انه نفتح الكيس مظبوط، وبعدين نحط الفشار طبعا قد ما تحبوا يعني، مو لازم شيء معين. جربوا ملح الاندومي اللي يتوقع الدجاج، المهم ده اللون يعني. فيب خرج الملح تبعه من الملح بدون زيت، ايوه بدون زيت. فخرجوه من الكيس ورشوه بس على الفشار، واو ماي جاد، حتحسوا كده من جد طعم الفشار اختلف. وهذا هو فشار الملح، او ماي جاد، يعني اتعب اوصف لكم لين تجربوه اللي بملح الاندوم. بالنسبة لفشار الجبنة حنحتاج بودرة الجبنة، طبعا تقدروا تلاقوها في السوبر ماركت، تيجي زي المنكه يعني، و يعني شكلوا البودرة اللي انتوا تحبوها بالجبنة، وحيطلع لكم الطعم مرة تمام. وهنا خبصتهم الدنيا، ما عليكم. وهذا هو فشار الجبنة، سهل وسريع، مرة ما ياخذ وقت، كلها بودرة جبنة وخلاص. بالنسبة لفشار الشوكولاتة حنحتاج شوكولاتة جاهزة، وبس بعدين حندوب الشوكولاتة في الميكروويف تقريبا كده 30 ثانية. طبعا الحركة كالتالي، نحط شوية فشار بعدين نصوص الشوكولاتة، بعدين شوية فشار نصوص الشوكولاتة وزي كده. وكمان لا تنسوا تحطوه في الثلاجة بس تقريبا 5 دقايق كده سريعة. وهذا هو فشار الشوكولاتة، مرة طعم، اشياء تجيبوه من البقالة كمان. وبالنسبة لفشار الكراميل، او ماي جاد، ترى مرة ما ياخد وقت ومرة سريع، كله في الميكروويف. هنحتاج زبدة تقريبا ربعة يعني، وعسل، وكمان ملح، ورمل متحرك، امزح، هذا سكر بني. بعدين حنحطهم في الميكروويف تقريبا 30 ثانية كده. كده الصوص تماما، عارفة انه شوية غامق بس لما نحط على الفشار يدي ذاك اللون الذهبي يعني. بعدين حنجيب الفشار اللي سويناه ونحطه في كيس اكبر، طبعا وزعوه زي ما تبغوا، في النهاية حنقلبه بالملعقة او نخبه زي ما انا قاعدة اسوي، اي شيء يريحكم سووه. بعدين حناخده وعلى الميكروويف دقيقة بس دقيقة يعني، عشان انه يتجانس مع بعض. وبعد ما تخلص الدقيقة دي السريعة حنحطه في الفريزر 5 دقايق كده يعني. واو بغيط، حيكون الفشار كده شوية جمد، فبس شوية كده حركوا الكيس وخلاص، حيكون عندكم أطعم فشار بالكراميل انتو تسووا بنفسكم، ما ياخد وقت. وهذه هي النتيجة النهائية لكل الأنواع، طبعا مار لا تفوتكم. يعني إذا سويتوها أرسلوا لي هي على الانستجرام، وأحب أشوف إبداعاتكم. جهز الفيلم ولا لسه؟ وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله حنزل فلوج عن كوريا، لأني أنا في كوريا دحين. وسيو.